الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رأفت. مرحبا، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. طيب، البداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم. رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة، يا ريت تتم رسالة حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، والبث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك. واللي عنده تعليق، مناشدة، مشكلة، يتركها ضمن التعليقات، نقراها وقت بث الحلقة، أو يتم إرسالها لمراسلينا لمتابعتها بالصوت والصورة. مشوار راح يبدي من موضوع احنا طرحناه أمس وأول تميس، وراح نظل نطرحه دائما إلى أن يتم تحقيق ما نتمنى إليه في يعني في برنامجنا، وهو موضوع الرمي العشوائي في المناسبات. المقطع راح نشوفه، يعني احنا اختلفنا عليه، يعني حكينا قبل البرنامج صار له مدة، ويعني ناس قالوا لا يمكن حديث. مهما كان قديم أو جديد، هي رسالة موجهة لأهالي البصرة بسبب الإطلاقات النارية العشوائية في بعض المناسبات السعيدة والحزينة. بما أن باكر عندنا إحنا أيضا لعبة مهمة وممكن بها الفوز، فهي كرة القدم بها فوز وخسارة، فمن الممكن أن تنعاد نفس الكرة. اللي راح نشوفه مقطع فيديو من أحد الفواتح، فاتحة لأحد الشباب اللي راح ضحية إطلاقة نارية عشوائية. راح نشوف أهله وخاصة الأب وهو حزين وهو متألم وهو منتهي، يعني الأب واقف وهو شبه ميت حزنا على ولده. لكن هناك أحد الرجال من وجهاء البصرة وجه رسالة، والناس كانت تصور وقال نشروها احجوا، ووجه أيضا رسالة ومناشدة إلى قيادة شرطة البصرة وإلى الحكماء وإلى كل شيوخ العشائر لأن يقفوا ويتكلموا كلمة واحدة أو يكون عندهم موقف موحد تجاه الإطلاقات العشوائية، وقال لازم ننهي عنها. وهو وصل رسالة، وأبو الولد المتوفى أيضا وصل رسالة رغم ألمه، وأيضا قال يعني أنت خطة بسيطة وإحنا دائما نحكي بيها، مرة مرتين ثلاثة يتم تطبيق القانون واعتبار من يطلق الإطلاقات النارية العشوائية إرهابي ويتحاسب. وقال إذا عرس خلص نفلش العرس كله، خلص ننهي العرس. مرة مرتين ثلاثة الناس راح تبدي تخاف على وضعها وعلى حياتها وعلى أمورها ومناسباتها، فبالتالي ما تكرر هذه الأفعال. نشوف الرسالة ونتمنى توصل، لأنه إحنا قبل أيام عرضنا معركة عشائرية صارت في البصرة في قرمة علي ومستمرة لحد الآن، أو يعني تشنج بين العشيرتين وقيادة الشرطة ما سوت شيء، مجلس المحافظة كأنما قرمة علي مو من البصرة، وما شفنا شيء ردة فعل من رئاسة الوزراء. وموضوع الإطلاقات النارية مستمر يعني بالأفراح ويومية احنا نشوف هنا وهناك، ولحد اليوم أكو اليوم أكثر من ضحية بإطلاقات نارية عشوائية في بغداد هنا وهناك وفي بقية المحافظات، لكن الموضوع طبيعي. مرة أخرى نقول هذه رسالة إلى المسؤولين في البصرة، إلى الحكومة المركزية وإلى الوجهاء من العشائر، لازم يسوون لهم قاعدة عشائرية بيناتهم حتى ينبذون هذه الظاهرة اللي استفحلت في محافظاتنا وعلى رأسها محافظة البصرة. قولكم كافي، حسوا اليوم نوجه كلامنا لشيوخ العشائر، انتم أهل العقر الناس الخيرة، أنا عذر بيكم الأغلبية وراح أثبت على كلام هذا الأغلبية، انتم ما عندكم ضمير، لأن هي رأس الحكمة مخافة الله سبحانه وتعالى، لأن جاي تعاهد كذب وجاي تقعد بالفواتح وتوصل هذا اللي يرمي خلي يولي، بلغ عليه انت قائد شرطة البصرة الفاتحة جاي، يمكن لك احنا وياك مستعدين وياك عدد بسلاحنا بعددنا بكل وياك احنا، نقول لك الفاتحة تصير بها رمي
اخذب النايبه، العرش اللي يصير بيرمي فلش العرش، والله والله وحق رسول الله اذا سويتوها ثلاث مرات تنجح هاي العمليه. بس شو تسوي؟ انتم حكومه ما جاي توقفون وياهم. اليوم نجي ويا ابو حسن وموقف ابو حسن. ابو حسن اخوي عظم الله لك الاجر، الله يجبر مصابك، الله يرحم محمد ان شاء الله برحمه. شو تريد توجه كلام لهاي الناس اللي ما تستحي؟ الله يختص منهم قصاص، كوني نوع مثل هاي النوع المقفص. كون هيك يعني كوني شعوت قلبك مثل ما شعوت قلبي، مو بس انا، هواي ناس مثلي. هواي من الناس تهبت، اريد كون الله ينتقم علي وعلى كل ما سواه. هيك كون يعني انتقام ما صاير. الله يعافيه، وبالخصوص الحكومه كون تحاسبهم، تقتص قصاص منا ظالم، كلش اسوي يعني قصاص ماكو مثله. شنو ذنب انا؟ يا ريت حمل الطفل هذا، شنو ذنبه؟ ليش؟ ليش عساه بخته ان شاء الله؟ عساه بحظه وبخته. نحتاج مثل هكذا وقفات استنكار حقيقيه، ويعني شوفوا من 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 قمه الحزن هم اطلقوا هذه الرساله الى كل اهل البصره. وارجع واقول مهما كانت الرساله قديمه جديده هي نحتاجها بالوقت الحاضر، باشر عندنا احنا لعبه. واكو ناس يعني غريبه تقول لك يعني هي اطلاقتين، هي اطلاقه، او يقولون والله احدى النائبات ما احنا، انت كون هو القدوه، انت ابدي من نفسك، مالك علاقة من تبدأ بنفسك أنت. واحدة اثنين ثلاثة من الناس تقول يعني مثلا الحملة اللي نزلناها قبل أيام، وشفنا أنه بعض الشباب نزلوا حملة مهمة للكفى عنف وللإطلاقات النارية. أكو ناس تقول لك يابا هم أصلا ما يشوفون مواقع التواصل الاجتماعي. أنت تقدر تغير من تشوف جيرانك، الأب من يشوف ابنه، من يشوف أغلبهم يصورون ينزلونها حتى على مواقع التواصل لا يشوفون يعني. فإحنا نقدر نغير الفكر واحد مرة مرتين ثلاثة، والقانون على رأسنا. المفروض أن يكون هناك فعلا تفعيل للقانون، ونتمنى إحنا من مجلس محافظة البصرة والقضاء في البصرة وقيادة الشرطة في البصرة والحكومة المركزية التعاون فيما بينهم كلهم والعشائر وياهم، في سبيل أنه إحنا نتخلص من هذه الظاهرة اللي للأسف بدأت تقتلنا يوم بعد يوم، وإحنا عندنا موضوع طبيعي وما نقدر نحرك في حين الحل بيدنا، أنه إحنا فقط أنه نغير القضية إن شاء الله شوي شوي مع الضغط مع الاستمرار مع الحكي احنا نزيد الوعي ونقدر نتخلص من هذه الظاهره السلبيه اللي غزت للاسف مجتمعنا. اذا نروح لموضوع اخر، راح نروح الى موضوع اخر ايضا في البصره، والبصره بدمارها وباهمالها الكبير من قبل الحكومه المحليه ومن قبل كل المسؤولين على القانون في هذه المحافظه، تسببت لنا بمشاكل كثيره جدا، واللي هي غياب المتابعه والرقابه على الدوائر اللي موجوده، ومن ضمنها دائره الرعايه الاجتماعيه اللي موجوده في محافظه البصره، اللي هم دائما ما يشكون بها عدم او غياب النظام بشكل كامل، ويوم بعد يوم انه نشوف الازدحامات ونشوف عدم التنظيم ونشوف انه الناس مهمله بطرق غير جيده، بطرق ماساويه، انه نشوف المواطن اليوم المراجع اللي اذا يراجع هذه الدائره هو لازم طوابير طويله جدا في الشارع حتى انه ينتظر دخوله الى هذه الدائره او غيرها من الدوائر اللي موجوده في محافظه البصره. ودائما ما نحكي ونقول البصره شو وقت تتعدل، شو وقت انه تتغير، شو وقت انه تكون اكو بها حكومه عندها ضمير وتخدم المواطن البصري بشكل جيد، لكن للاسف لحد هذه اللحظة ما شفنا أي مسؤول من محافظة البصرة تحرك وقال أنه لازم أنقذ أهلي، لازم أنه أشوف حل لأهلي، لأنه يعانون معاناة كبيرة جدا بين النزاعات العشائرية، بين الإهمال من قبل الدوائر الخدمية، بين الوضع المتردي بملف الخدمات، بين الدوائر الخدمية اللي موجودة في كل المحافظة، أو كل الدوائر الموجودة بالمحافظة هي مدمرة ومهملة بالكامل، وبالتالي أنه تسببت مشاكل ومعاناة كبيرة جدا عند المواطن البصري اللي هو يعاني بشكل كبير، واللي صار من منذ 2003 ولحد هذه اللحظة مستمرة معاناته وما نعرف شو وقت نخلص. أكو مواطن عنده معاملة راح لدائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة وشاف الازدحام وشاف المأساة الكبيره اللي حبي ينقلها انه، واحنا بدورنا انه نوصلها للجهات المعنيه ونقولهم رفقا بالناس اللي موجوده واللي ما لها ذنب واللي درجات الحراره منخفضه جدا، ونشوف الناس شلون لازم طوابير كبيره جدا حتى يدخلون لهذه الدائره. هذه الرعايه الاجتماعيه، شوف الازدحام وشوف السرى وين طاق باع السرى، باع شوف باع شوف شوف السرى باع باع شوف السرى وين واصل باع باع السرى وين واصل؟ هذا كله ازدحام، هذا الازدحام
ناشد الحكومه المحليه، ناشد اهل الرحمه، يسوون فتح حل هاي كلها ناس كبار وشيب. هسه انا عندي معامله الله شاهد خليتها ورجعت، هاي معامله حتى ضامه بالعلاقه. اذا رجعنا لكم بعد ما شاهدنا المعاناه الكبيره جدا اللي يعانيها المواطن البصري بسبب غياب النظام من الدوائر الخدميه، وماكو اي اهتمام بالمواطن العراقي. يعني كل الدوائر الخدميه اللي موجوده حتى مدراءها انه هم ما يشوفون شنو الوضع، ما يشوفون شنو الاليه، ما يخلون انه اكو نظام حتى المواطن او المراجع من يدخل لهذه الدائره يرتاح ويكمل معاملته وينجزها باسرع وقت ممكن ويرجع الى منزله بوقت قليل جدا. لكن احنا للاسف انه بنبدي انه نزيد المعاناه على المواطن العراقي، والمدير قاعد بمكتبه وما عنده مشكله انه بس تجي اوراق او بريد انه يكمل يوقعه ويبقى يسولف، ويجي خطار منها يجي خطار منها وملتهي وعايف الناس بضيمهم بألمهم بمعاناتهم. الموظفين ايضا اللي منهم اللي يلعب ببجي ومنهم اللي قاعد يتريق وكانه ريوق، ما عندهم بالبيت يجيب ريوق وياه ويقعد للعشره للدعش انه هو بس يتريق، لو يلتمون بغرفه واحده ويتركون كل الغرف هي فارغه حتى انه يتريقون او يكملون مواضيعهم. نتمنى الاهتمام بالمواطن العراقي لانه المواطن العراقي ما يحتاج لهذه المعاناه، لانه اللي بي يكفي منا اللي بعد 5 سنوات او 6 ويمكن حتى اكثر من 10 سنوات. نتمنى الاهتمام بالمواطن العراقي، ودائما تكون اكو رقابه على كل هذه الدوائر الخدميه من اجل ايجاد حلول سريعه لانجاز المعاملات لكل المواطنين. يعني هي بعد يومين من باكر تبدي درجات الحراره تنخفض الى ما دون الصفر، يعني من بغداد وبقيه المحافظات حتى في المحافظات الجنوبيه، يعني موجه برد جايه. المفروض انه في البلدان الاخرى حاطين على الاقل خطه معينه انه يستقبلون المراجعين داخل الدائره الحكوميه. هل فكرتوا بهذا الموضوع؟ لو عادي يظل بالبرد عادي، يعني المتقاعد يروح بالبرد، هذول خطي اهل الرعايه يظلون بالبرد، وهكذا الدوائر الخدميه الاخرى. احنا نتعمد يعني اذلال المواطن، وارجع واقول اللي عنده معامله من يطلع قبلها بيوم هو عنده كآبه، وما حد يعني ما يحكي ويا احد وما حد يحكي ويا، يعني يوم ثاني كانه ما هو رايح للنار فعلا. يعني واحد احنا كنا مارين بهذا الموقف، يعني راح نروح نراجع دائره وتشوف يعني تلاقي موظف ماله خلق وجايب زعله من البيت وجاي. احنا كلنا نمر بظروف صعبه، لكن مو معناتها انه انا اثر على غيري. انا شنو ذنب المواطن؟ شنو ذنب المراجع؟ هو ايضا جاي بضيمه. نحتاج نظام. يعني وهي هاي شنو عندنا كارثه؟ انه احنا ما نحب الشغل نشتغله. اغلب الموظفين هم مجبورين، بالبدايه يتوسلون وبعدين، انا ما راح نحكي على الكل، لكن يعني هذا واقع حال للاسف. الدائره كئيبه، الراتب كئيب، كل هالوضع على بعضه يخلق جو متشنج وصعب. لكن نقول عسى ولعل ان يتغير هذا النظام بالايام الجايه، مو الايام، خلينا نقول بالسنين الجايه ويتغير هذا الواقع. طيب نروح للنجف الاشرف، ومواطن وثق لنا خلو دائره المجاري قسم الصيانه. يعني هي هاي الاهم، لان هو رايح الساعه بالاربع العصر، ظهر عنده مشكله بموضوع المجاري، فموضوع قسم الصيانه المفروض شفتات. احنا راح نشوف المقطع. يعني الدائره غريبه عجيبه، كرفانات، يعني حتى هاي لا تليق انه بالنجف عندنا هالشكل دائره حكوميه بهذا المنظر وبهذا الشكل. طيب انتم طالعين ما اعرف وين رايحين، الساعه 4 العصر عصرونيه رايحين يمكن تشربون شاي بيها، ليش المكاتب مفتوحه؟ يعني المواطن يستطيع انه يدخل ويسرق ويسوي اي شيء. يعني احنا مو نحكي عن هذا المواطن اللي صور، لكن اي مخرب من الممكن انه يدخل وممكن يسوي مصيبه جريمه بيها وانتم ما تدرون. انتم طالعين اذا ماكو دوام فاعتقد المفروض انه الدائره تغلق، يعني ابوابها مكاتبها ماكو. زين انتم كلكم ما موجودين، المفروض يبقى واحد، خاصه موضوع الصيانه. يعني هذه امام انظار الدائره نفسها الرسميه او الرئيسيه، قسم الصيانه ساعه بالاربعة ما موجودين، وليش مثل ما قلت لكم المكان مفتوحه ابوابه؟ يعني شوف المقطع، وحق الرد مكفول، يعني قد يكون هناك فتشي احنا ما نعرفه، ما يعني القضيه لحد الان مبهمه والمقطع مبهم. نشوف الموضوع، نتمنى ان يكون هناك رد من قبل الدائرة ونستفهم عن أنه وينهم، ليش غايبين، وإذا كان انتهى الدوام فالمفروض هذه المكاتب تغلق حتى ما حد يدخلها من أي مواطن أو أي شخص غريب. هاي دائرة مديرية العامة المجاري، مديرية بلدية محافظة النجف، قاطع الصيانة المجاري الشمالية. هاي دائرة ساعة بالأربعة ماكو ولا بشر بها، هاي غرف فارغة، الله يكون بعونهم. تعبون
تعبون فظيع. غلط فارغ. يعني حتى الموظفين خطيه يعني انه تكون يداومون بكرفانات، ما اعرف ليش، يعني ليش داره او قسم الصيانه حاطينهم بهذا الوضع؟ ليش مو دائره مرتبه ومحترمه؟ ما بيها مثل احس لو بالموصل يمكن نقول هذه استثنائيه لان وضعهم كان مو طبيعي ومتهدمه الدائره، لكن النجف الاشرف ما بيها فد شيء. يعني خطيه انا ارجع واقول انه احيانا الموظف هم مسكين، يعني هاي بارده عليهم وبالحر بالصيف يعني اكيد حاره جدا. احنا هاي نرجع ونقول انه الموضوع غريب، يعني الدائره غريبه، شكلها غريب، لا بيها بدايه ولا لها نهايه، كرفانات منطشره والمواطن من حقه انه يتساءل، يقول حقهم وينهم، يعني يتعبون وينهم. احنا ايضا نتساءل وين الموظفين طالما هم قسم صيانه، واذا كانوا رايحين لبيوتهم ومخلص الدوام المفروض تغلق، فيا ريت يكون هناك محاسبه للموضوع او فتح تحقيق او سؤال على الاقل انه شنو اللي صاير بذلك اليوم حتى احنا نقدر نجاوب. وارجع واقول حق الرد مكفول، قد يكون هناك جواب شافي لكل اسئلتنا اللي طرحناها الان. اذا نروح لموضوع اخر، راح اروح الى سامراء حتى نشوف موضوع خاص بوزاره النفط وشركه توزيع المنتجات النفطيه وخاصه محطه تعبئه الاسطوانات اللي هي الغاز في هذه المحافظه، ونشوف معاناه اهالي سامراء بالتحديد شلون كارثيه بحق الاسطوانات الغاز القديمه واللي هي ماكو اي تحديث عليها ولا اكو اي شركه مصنعه للاسطوانات الغاز بشكل جيد سوى بس المستورد اللي هو الايراني ورديء جدا وسبب مشاكل كثيره داخل هذا القضاء اللي راح نشاهده من خلال التقرير المصور. هاي على ورا الحريق بدلت هذا انصرفت الحائط هذا منه بدلت الصندوق وهذا الراس الجديد وهاي القنينة هي اللي احترقت هاي القنينة اللي احترقت هي انفجرت عندي قنينة بالمطبخ قبل حوالي أسبوع بسبب تسرب الغاز من القنينة وسبب تسرب الغاز من القنينة هو الصمامات والقنانة عتيقة قديمة جدا احنا ناشد الدولة وزارة النفط أن تبدل أول قناني أو تبدل الصمامات، يسوي عليها صيانة بحيث المواطن يأمن، آخر شيء أني مواطن ما 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 شو بدي أسوي؟ رحت زرفت الحائط وطلعت هسه القنينة برا حتى لا تسرب مرة ثانية حتى ما تؤدي إلى حرق البيت. طيب بعد ما يعني صار الانفجار الإطفائية ما جتكم؟ ما جتنا الإطفائية لأن إحنا ما بلغناها. قاموا مواطنين من المنطقة الجيران طفوها نشكرهم والحمد لله حنا على مود الأطفال ما يحترقون والعائلة. يعني اكو شعبة إطفائية؟ اكو شعبه بسامره بس طبعا عبور جسريا فزحمه وصولها باثناء الحدث. والله الايرانيه رديئه واحنا من تورط ناخذها ما ندري بها من نرجعها على الوكيل، الوكيل ما يتقبلها. يعني يقول هاي ايرانيه مو عراقيه ما تقبلها. نعم. طيب شنو اللي صار ببيتك؟ اللي صار ببيتي احترق البيت، انفجرت القنينه، تكسر الجام، تكسر الطباخ، احترق الفريش اللي بداخل المطبخ، السقوف احترقت. يعني القنينة تلفت انتهت وقمنا بترميم المطبخ وصبغناه ورجعنا الجام وجبنا صندة جديدة وصمام وراس جديد هذا عمرناه الحمد لله. نعم. نطالب من وزارة النفط صيانة القناني أو استبدالها أو استيراد من منشأ عالمي جيد بحيث تكون القناني بها أمان، بها شروط أمان. هذا أن القناني هسه الموجودة قديمة وهريانة مستهلكة ما بها شروط متانة وأمان أبدا. أخي يعني إحنا نطالب الحكومة هذا المستورد دمار، يعني إحنا عندنا صناعات وعندنا متانة بها، ليش نستورد؟ ليش ما عندنا معامل بالبصرة وعندنا تنتج؟ ليش يعني هذا دمار دمار دمار؟ يعني هذا القديم انتهى صار 30 سنة وجابوا لنا هالمستورد، المستورد ما بيه متانة، هذا خاصة الإيراني يعني سبب حوادث كثيرة، يعني على سبيل إحنا قضاء وقضاء من محافظة عدة حالات صارت بيه، كيف إذا بالعراق كله؟ والمواطن ما عنده يعني حال مادية تعرف أنت شلون، يعني هاي الظرف المربي البلد ما ظل عنده شيء المواطن، فنتمنى من الدولة أن تسحب هذا المستورد وتنتج محلي. تسحب المستورد ما بي متانة يا أخي، هذا سبب حوادث كثيرة، عندنا يعني عندنا مصانع وعندنا معامل تنتج بي متانة وبي يعني مواصفات عالمية،
فنتمنى من الحكومه ان تسحب هذا المستورد كله وخاصه الايراني، لان هذا سبب لنا مشاكل هواي. والقديم صار 30 سنه هذا الاسطوانات الغاز القديمه يعني انتهت 30 سنه. شنو 30 سنه؟ الدوله 30 سنه ما جهزت؟ ما جهزت لا وكيل، لا جهزت معامل، لا، وحتى اذا جهز بسعر يعني خيالي. ايش قد السعر؟ السعر 40 اعتقد. 40000؟ اي 40000 الاسطوانه. هاي المفروض يصير بها صيانة تتنظف والرأس مالها يتبدل، عرفت شلون؟ وصمام الأمان يعني بها صمام يسموه صمام الأمان، هذا هو هذا المهم جدا بها. هذه ما عليها صيانة، فالمواطن ما يعرف ما شغلة، هذا شغلة المعمل يعني معمل اللي يجهز بالغاز، اكو بيه معمل صيانة بس هم ما يدجرون صيانة كاملة، عرفت شلون؟ والقناة يعني صار لها 20 25 سنة مستعملة، فما ظل بها فايدة، يعني هي شغلة مستهلكة انتهت تنفجر لأنه ما بها متانة، مو مثل القنينة العراقية، يعني الحديد مالها خفيف فيصير بها ضغط أو نتيجة تتعرض إلى حرارة يتمدد الغاز ببطنها، فما بها أمان تنفجر، هذا السبب مالها. سببت حرارة؟ إي كثير صارت. يعني شوف بالتأكيد يعني أي حالة خلل تشخص يكون بالتالي إيصالها إنك إدارة محلية، لكن ما يتعلق بالمعمل الحكومي معمل غاز سامر الحكومي لم تؤشر هكذا حالات، كون الاسطوانات الموجودة هي اسطوانات محلية ولا يوجد اسطوانات مستوردة، لأن التعليمات تقضي بأن أي اسطوانة مستوردة يتم مصادرتها من خلال إدارة المعمل. أما المعامل الأهلية لحد هذه اللحظة لم ترد إلينا أن هنالك اسطوانات مستوردة، ولكن أيضا من خلالكم سنتوجه إلى المعامل الأهلية في حال وجود هكذا حالات يتم مصادرتها وفقا لتعليمات وزارة النفط. السلامة المهنية الموجودة في المعامل الحكومية هي على يعني سلامة إن شاء الله متكاملة، كون هذا المعمل تم تأهيله خلال الفترة الماضية وهنالك مستلزمات السلامة المهنية بشكل كامل، وهذه الزيارة الثالثة إلى هذا الموقع خلال فترة شهرين، ونتابع باستمرار عمليات تجهيز الغاز إلى الوكلاء ومن ثم إلى المواطنين بالتسعيرة الرسمية. هي لا الاسطوانة جيدة ولا الغاز اللي يعبون بها جيد، كله يملونه بالمي، وبالتالي انه هاي المعاناة كبيرة جدا لاهالي سامراء، مو بس لاهالي سامراء، لكل العراقيين عندهم نفس المعاناة، لانه الاسطوانات بعدها. واحد المسؤولين الشطار اللي راح جاب لنا عقد من احدى الشركات الايرانية الرديئة ودخل هذه الاسطوانات وسببت حرائق كثيرة جدا في اغلب المحافظات العراقية، واحنا الشركات الاصلية اللي هو مكتوب عليها غاز العراق لحد الان ما صنعوا ولا اسطوانة جديدة حتى نقول انه هذه الاسطوانات انه لازم توزع بشكل متساوي على المحافظات العراقية ويبدا المواطن العراقي يستفاد من عندها، لكن انه احنا ماكو وزارة تعمل بشكل صحيح وبشكل جيد من اجل خدمة المواطن، بالعكس يعملون من اجل زيادة معاناة المواطن وتدميره بهذه الحياة اللي عايشها بفقر، بضيم، بعدم وجود فرص عمل، البطالة اللي كثرت، ما اعرف كل المشاكل هو كلها لازم المواطن يدفع ضريبتها ويدفع ثمنها. نتمنى انه الايام القادمة وزارة النفط تنتبه على الاسطوانات الرديئة جدا وتصنع لنا اسطوانات جيدة، او تتفق مع احدى الشركات الاجنبية وتستورد لنا من مناشئ جيدة حتى نحافظ على أرواح المواطنين، لأنه أحد العوائل اللي شاهدناها من خلال التقرير اللي هي بيته محترق بسبب رداءة الأسطوانة، وهذا أعتقد أنه مو وزارة النفط راح تجي تعوضه، ولو خسران أحد من عائلته أعتقد أنه وزارة النفط ما راح تجي تعزيه ولا توقف وياه بعزاء ولا تقول له أنه إن شاء الله إحنا راح نعوضك، فيا ريت أنه تهتمون بالمواطن العراقي، لأنه المواطن العراقي عنده معاناة تكفيه منها لبعد 20 سنة، قبل شوي قلت 10 هسه زادت، لأنه كل موضوع بمعاناة جديدة بمعاناة أخرى، وأيضا من محافظة إلى محافظة تبدي تكثر المعاناة وتبدي تكثر المشاكل، وهذا اللي إحنا ما نتمنى الأمن والسلام والهدوء للمواطن العراقي من أجل العيش بأرض العراق. طيب يعني هي فرصة أيضا، ومرة الحمد لله على سلامتهم العائلة، وهي فرصة أيضا إنه واحد يحكي ويوعي بالقضية، القناني دائما خلوها برا.
قنينه ولو هسه الناس تقول لك الموضوع السرقه فعلا يعني هي ورطه حاولوا تربطونها. يعني نعرف احنا في بعض المحافظات هناك تكثر سرقه قنانين الغاز، بس هي اول تالي للامان هي برا وتطلع السونده اللي هي خاصه بالطباخ خارج المنزل للامان، لانه مو شرط انه جديد قديمه، لا سمح الله اذا صار فتشي على الاقل هي برا. نعرف احنا يعني حتى مو بس هاي الناس واللي يبيعون اسطوانات الغاز يرمونها بشكل يعني من 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 مرتفع من السياره وترمي على الارض، هاي خطره. وتعرفون الناس ايضا شلون تدهربها بالطريق يعني، ويعني احنا فعلا احنا نفتخر للنظام. الناس وين وصل الغاز يوصل لهم طريق الانابيب الى منازلهم، واحنا بعدنا على قنينه الغاز ونسويها جديده وقديمه ونستورد، يعني يحتاج لنا سنين طويله يلا نقدر نتخلص من الاشياء هاي القديمه البائسه اللي الناس نسيتها تماما وبدت عصر جديد وتكنولوجيا جديده. لكن هم نقول نتامل خيرا انه بالسنوات القادمه نتغير من حال الى حال. طيب نروح الى بغداد، وحقيقه وصلت لنا مناشده يعني ما نقول غريبه لكن المفروض ما تصير، خاصه فيما يخص وزاره التعليم العالي. الطلبه والاساتذه والدكاتره وكل الكادر الموجود اللي ناس على مستوى من الثقافه المفروض والوعي. فهاي المفروض هسه اللي نشوفها راح نحكي بها القصه تصير في غير مكان، لكن انه تصير في مكان تابع لوزاره التعليم العالي شويه ما تنهضم وصعبه. في كليه بغداد للعلوم الاقتصاديه الاهليه صايره مشاجره بين عميد الكليه وبين احد الاساتذه، وهو جالس في 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 في, في الغرفه، واذا بالعميد يدخل ويتهجم ويضرب يعني ما الموضوع. احنا مقطع الفيديو ايضا موجود، وطلعوا هم طبعا حاليا مستنكرين ويردون يوصلونها الى وزاره التعليم العالي. المفروض ان وزاره التعليم هسه سمعت وفي حد تحقيق بالقضيه. يعني العميد، انت المفروض تكون القدوه، شنو اللي خلاك تتهجم دون ما حتى ما يعرفون الاسباب؟ اسباب مجهوله، قد يكون القضيه شخصيه، لكن الموضوع انت في داخل الجامعه، حرم الجامعي، لا يمكن التجاوز على احد الزملاء في وقت العمل، ولا وهذا يعني من ارجع اقول حرم الجامعي. انت عندك مشكله اقضيها بالبيت، بياناتكم شغله شخصيه ايضا تخلص بالبيت مو بهذه الطريقه. يعني اذا احنا الاساتذه بهذه الطريقه احنا نخلص مشاكلنا بايدنا ونصفيها بايدنا، اذا احنا ايش خلينا للبقيه الناس عامه الناس اللي على مستوى قليل من الثقافه والوعي؟ الحوار هو المفروض يكون سيد الموقف، خاصه انت عميد كليه تعرف بالقوانين بشكل صحيح. حق الرد مكفول لعميد الكليه ولوزارة التعليم العالي أيضا. وطبعا الأساتذة لحد الآن مستغربين وهم وقفة احتجاجية ويردون يوصلونها إلى وزارة التعليم العالي. أنا ما أعرف يعني إحنا عندنا المشكلة المفروض أنه بعد ما يصير تأجيج من قبل الإعلام والناس يلا تصير يلا الوزارة يمكن تأخذها أو ما تأخذها إذا سكت عنها الإعلام. يعني شلون القنصل العراقي بإيران من سوى دعاية، من صار ضغط من الناس وصار ضغط من الإعلام يلا الوزير اتحرك واستدعى القنصل. المفروض انه يكون لا اول من يعني لان تعرفون القانون هاي الموضوع من قبل ما تنتشر بالاعلام يكون هناك تدخل من قبل الوزاره والجهه المعنيه. لذلك هسه حاليا احنا نناشد وزاره التعليم العالي ونناشد ايضا عميد الكليه، وارجع واقول حق الرد مكفول حتى نفهم شنو اللي صار. وارجع واقول مهما كان مسوي هذا الاستاذ الخلاف او المشكله لا تحل بطريقه الضرب، وحتى يعني يقول لك انه حتى الاساتذه اللي رادوا يفكون بين الطرفين ايضا تعرضوا الى ضرب والى نزف ودخلوا مستشفى. يعني هذا الموضوع كبير. مهما كان الموضوع، مهما كان حتى لو كان حساس جدا، المفروض يحل مو بالحرم الجامعي وبطريقه وديه وبالحوار، واكو قانون عندنا. الا اذا انتم ما تعترفون بالقانون او تشعرون ان القانون ضعيف، هذا بحث اخر. ننتظر حق الرد من قبل العمادة، من قبل العميد، وأيضا من وزارة التعليم العالي، وينفتح تحقيق عاجل بالقضية لمعرفة ملابسات الحادث. يعني هذا العميد يتصرف بهذه الطريقة، طيب إذا شافك أحد الطلاب شلون راح يتصرف أيضا في الأيام القادمة من خلال مشكلة تواجهه أو داخل الجامعة أو خارج الجامعة؟ أكيد أنه راح يخطي على خطاك لأنه أنت أستاذه وأنت قدوته وأنت عرابه أكيد هسه، لأنه عميد الكلية. وإحنا قبل أنه نشوف عميد وشخصية قوية كذا كل إحنا نحبه ودائما ما نقول أنه هذا عربنا لأنه علمنا لأنه كذا لأنه كذا، ووصلنا إلى مستويات عالية جدا من خلال محاضرات أو من خلال ضبط النظام داخل العمادة. لكن للأسف أنه شوف التعليم والتربية لوين وصل بها الحال، وخلوا العميد أنه يدخل بدون أي
شيء ويتهجم على الأستاذ ويتهجم أنه أيضا لأنه رئيس القسم موجود. أنت إذا عندك مشكلة مع الأستاذ المفروض أن احترام لرئيس القسم ما أنه تبادر بهذه المشكلة ولا أنه تكون أكو مشكلة بيناتكم أساسا، لأنه مثل ما قالت أزل أنه أنتم داخل الحرم جامعي وعليكم أنه احترامه لأنه هذا الحرمته وإلى مكانته ما بين كل الأوساط المجتمعية. نروح لموضوع آخر، نروح لقطار البصرة. هذا القطار خطير، معاناة كل ما يمر من المحافظة أنه لازم يصير عليه هجوم ولازم نشاهد صور تنشر إلى من قبل الناس اللي هم موجودين في نفس المنطقة. قطار البصرة اللي هو طالع من محطة المعقل بعد انطلاقه بربع ساعة أبناء المنطقة جزاهم الله خير الجزاء، ما نريد نقول غير شيء، هجموا على القطار بالحجار وكسروا الزجاج الخاص بالقطار. زين ليش؟ مأذيك هو القطار؟ مقعدك من النوم؟ متجاوز على سيارتك؟ داخل بالفرع مالتك؟ مشغل صافرة أو داغ هورن بالقرب من بيتك؟ يعني الزحمة هذه الظواهر السلبية شو وقت نبطل من عدها؟ يعني شو وقت نبطل من عدها؟ قطار وبي خدمة لناس، بي خدمة لشركات، حتى إذا ما كان خاص بنقل الركاب أكيد أنه خاص بنقل البضائع، وإحنا ما إحنا ندعي ونتمنى أن تكون عندنا طرق نقل أخرى غير السيارة وغير الطيارة وغير الباخرة والقارب اللي موجود عندنا، لكن أنه حتى إذا جابونا ما راح يخلصون، لأنه الناس هي اللي تكسر، الناس هي اللي تحطم. وليش تجيبون السمعة السيئة لأبناء منطقة المعقل أو لأبناء مدينة البصرة؟ المفروض أنه يكون أكو تعامل بودية باحترام. قطار فات خلاص، هاي ممتلكات عامة، أنا ليش أكسرها؟ شنو اللي زعجني بالموضوع؟ وليش دا أشمر حجارة؟ دا نشوف أنه إحنا الناس بدأت تتجاوز على القطار، هذا اللي يخلي سيارته على السكة، هذا اللي يعبر بدون ما أنه ينتبه أنه أكو قطار أو لا، هذا اللي يجي يطبق سيارته إذا كانت عطلان على سكة القطار وبالقطار أنه لازم يوقف ولازم أنه ينتظر، ويمكن هو اللي يسحبها بيده هو يقدم المساعدة للناس. ترى في باقي الدول أنه القطار خلص إذا يجي بسرعته يدمر شكو قدامه، بس إحنا الناس تخاف، سائق القطار يقول لك أنا إذا سويت هاي الحالة راح يتأذى القطار والوزارة راح تقيم عليه دعوة وتسجني، ومنا أنه هم مصر قضية عشائرية وهم يجون يغرموني، فأنا لازم أن أحترم نفسي وأوقف. فنتمنى أنه التعامل مع القطارات اللي موجودة في كل محافظات العراقية بشكل ودي بشكل إيجابي، وإذا مر من يمكن مالكم دخل فيه، بالعكس منظر لطيف جدا أنه يمر، وخاصة هذه القطارات اللي جابوناها جديدة مؤخرا وزارة النقل اللي ما أعرف سبقتهم بكم مليار وما كملوهن. فاللي نتمنى الابتعاد عن كل هذه الظواهر السلبية والرجوع إلى ظواهرنا أو الظواهر الإيجابية الجيدة اللي دائما ما تنطي رسالة جميلة عن البصرة وعن أهلها وعن أبناء كل المحافظات العراقية، لأنه إحنا فعلا شعب مثقف ويستحق الحب ويستحق الاحترام، لكن أنتم بهذه الظواهر السلبية راح تدمرون الثقافة وتدمرون الاحترام وتخلون أي شخص ينظر لنا بعين الاحترام. يعني أنت مثل ما قلت ترى إحنا الصفقة ما كملناها، إحنا فلوس ترى يعني خربناها قبل ما نكمل فلوسها، لحد الآن فلوس العالم ينتظرون فلوسهم. قضية كلش مهمة هي موضوع الوعي، يعني الناس الأهالي للأسف في بعض المناطق بس تخلف إنجاب لكن ماكو تربية، عبالهم التربية هي أنه هاي رجولة أنه هو صار سبع وقوي وبدأ يعني يضرب بالحجارة. هاي تحتاج إلى فعلا وعي أنه هاي ممتلكاتك، حب الوطن هو غريزة وبنفس الوقت بيتعلم. فاحنا نتمنى من الناس يعني ما معقوله ما تعرف يوميا يعرفون، واصلا يرجع هو يفتخر الى اهله واهله والله ضربت وكسرت الجامعه وعافيه. احنا هاي عندنا مشكله كبيره ما لها علاقه انه هو يفتهم لو ما يفتهم، دارس لو ما دارس، هاي قضيه تعتمد على انه انت تحب وطنك لو لا، هذا تحس انه الشيء هذا الك لو لا. فاحنا نحتاج الى هوايه تعب ويا مثل هكذا ناس وهكذا نماذج. تعرفون انه ابو القطار من يعبر من بعض المناطق هو يطلب من اللي موجودين بالقطار ان ينبطحون او يبتعدون عن الجام، عيب كلش واقفه انه احنا بلد من 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 صدر الحضاره ونصير بهذا الوضع. فاللي نتمنى انه يكون هناك فعلا حملات توعيه كبيره، يعني ناس منظمات مجتمع مدني مثلا تنزل الى هاي المناطق تعلم تفهم تلتقي العوائل، كلش مهمه. مره مرتين ثلاثه اعتقد احنا نقدر نجيب فائده، والدرس مره مرتين ايضا يتعلم، ولا احنا ما نبقى على هذا المنوال الصعب. يعني جت القطارات احنا جاي نخربها ويرجعون يصلح ونرجع نخربها، ليش؟ ليش احنا نخرب يعني ممتلكاتنا بايدنا؟ الموضوع كلش حقيقه حزين وحرامات ننطهر. يعني احنا هاي لو مثلا داعش مثلا شوف ايش قاعد يصير، داعش منا وبينا واطفال بعدهم صغار يتربون على العنف شوي صعب. ان شاء الله هم اقول على السنوات القادمه تتغير هاي الثقافه ويصير عندنا وعي وحب
لبلدنا بشكل كبير. طيب نروح إلى كركوك. في كركوك وصلت لنا مناشدة بمقطع فيديو لمنطقة حي الشهداء في قضاء الدبس يعانون من تراكم النفايات. يعني احنا قبل فترة ايضا كان اكو هالشكل مناشدة، لكن كانت كركوك من النوع اللي تستجيب. هسه كركوك ضاعت، ما اعرف ايش بيها، يعني كل شيء ضاع بيها للاسف، فقدت الكثير من مميزاتها اللي كنا احنا نفتخر بيها في برنامج اهل المدينة. من ضمنها موضوع عدم الاستجابة، وخربوا صاروا مثل البقية للاسف. راح نشوف احنا احد المواطنين هو يقوم بلم النفايات، هو هم غريب القضية، يعني لاكو حاويات، الناس ما تحط بكياس، يعني هم انتم حاولوا كمنازل بكياس، ليش نطشر النفايات؟ يعني احنا هم ايضا كمواطنين ما جاي نتعامل بيناتنا، النفايات مطشرة في كل مكان. وراح نشوف احنا بمقطع الفيديو رغم ان المنطقة كلش لطيفة، يعني مبينة حديثة، حتى اكو حيوانات ترعى بنفس من يم النفايات. ما اعرف يعني كركوك الصاير بيها. شوف المقطع، وهو رسالة موجهة إلى الدوائر الخدمية في كركوك لمتابعة الحالة، ويا ريتها بركة الله هالمرة تصير استجابة ويتم رفع النفايات وتنظيف المنطقة وتوفير سيارات دائما ترفع هذه النفايات من المنطقة. طبعا هاي المنطقة بحي الشهداء، وهذا أخويا حسين، حسين أبو علي جاي نظف، وبلدية ما تشتغل بالدبس نهائيا. هاي الزبالة بحي الشهداء اليوم. بلدية مدير بلدية بشر ما عندك آليات، عندك ليش ضامن؟ ضامن اليوم اليوم 15/1/2019 العالم كتله الساعة 9 الصبح، هاي الزبالة بحي الشهداء، خلي يشوفون المسؤولين. ها وكم سيارة بالدبس بالبلدية؟ 4 سيارات ولا سيارة ما تطلع. شفلين وثلاث قلابات عندما وشفلين وثلاث قلابات، خلي يباعون هاي الزبالة بحي الشهداء. هاي المنطقة الراقية حي الشهداء. ها يعني مثل ما شاهدنا النفايات منتشرة بكل مكان بشكل غريب وعجيب. هسه الشتاء إذا هسه دا مطرت، هاي شو تتحول؟ يعني المستنقع شلون راح يكون شكله وريحته يعني ومنظره؟ وارجع واقول ايضا موضوع الحيوانات اللي جاي تفتر، يعني احنا شفنا بقره جاي تفتر وهي منطقه ارجع واقول سكنيه مو من هاي العشوائيات. فنتمنى ان يكون هناك متابعه، وعسى ولعل ان يكون هناك استجابه من قبل الجهات المعنيه، وموضوع النفايات او ملف النفايات يمتى نخلص منه، على الاقل سووا معامل اعاده تدوير ونستفاد من عدها في بلدنا. هناك الكثير من المواضيع ان شاء الله ناخذها بالايام القادمه، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في المدينه. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، في امان الله. اذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم والى اللقاء.